أصدر القضاء الأردني قرارا بتعليق عمل نقابة المعلمين سنتين واعتقال عدد من أعضاء مجلس النقابة. وقال بيان رسمي أنه صدرت مذكرات إحضار لأعضاء مجلس النقابة ليتم عرضهم على المدعي العام المختص لاستجوابهم عن تهم مسندة إليهم تتضمن الفساد والتحريض. ودعت النقابة أعضاءها إلى الاعتصام أمام وزارة التربية والتعليم في مختلف المحافظات ردا على القرار القضائي. اقتحام واعتقال فإغلاق لمدة عامين لمقرات نقابة المعلمين الأردنيين، مذكرات إحضار بحق أعضاء مجلس النقابة ليمثلوا أمام المدعي العام، كل ذلك بناء على عدد من القضايا المرفوعة بحق مجلس النقابة. قرار النيابة العامة هذا اليوم محققا لشروط القانون وجاء مستوفيا لكافة أركانه، باعتبار أن النيابة العامة معنية أيضا أن تتحرك للحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي. حالة التصعيد بين نقابة المعلمين والحكومة الأردنية مستمرة منذ أكثر من عام، فالنقابة نظمت إضرابا مفتوحا عن العمل مطالبة بعلاوات مالية انتهى باتفاق حكومي نقابي، ما لبث أن جمدته الحكومة مؤخرا لاعتبارات اقتصادية تتعلق بتفشي فيروس كورونا في الأردن. مجلس نقابة المعلمين أن لا زال أمامهم فرصة لاستئناف القرار الذي صدر عن النيابة العامة أولا. وقف العلاوات المالية الممنوحة لموظفي القطاع العام بمن فيهم المعلمون اعتبرته النقابة نقضا حكوميا للاتفاق، وهددت باتخاذ إجراءات تصعيدية منها الدخول في إضراب جديد بداية العام الدراسي القادم. ترفع الإجراءات القضائية بحق نقابة المعلمين درجة التوتر بينها وبين الحكومة، لكن الصورة تبدو ضبابية لجهة التطورات المرتقبة، وربما تكون الفترة المتبقية لانطلاق العام الدراسي الجديد كفيلة بجلاء كل غموض. ليث الجبور العربي، عمان. ويبقى معنا ليث الجبور من عمان. ليث، هل يغلق القرار القضائي موضوع نقابة المعلمين، يغلق هذا الملف كليا أم لا؟ هو مرشح للتصعيد مع دعوات النقابة إلى الاعتصام بأعضائها في مختلف محافظات المملكة. والمحامي النقابة قال أن هناك فرصة لاستئناف هذه القرارات القضائية من جديد، وأن يكون هناك لربما بارقة أمل بأن يعود عمل النقابة، لكن من اليوم إلى عامين قادمين لن يكون هناك أي شغل وأي عمل لمجلس الإدارة الذي تم كف يده عن العمل والإجراءات الإدارية والمالية. وزير التربية والتعليم كلف من قبل النيابة العامة اليوم بأن يقوم بوضع يعني أعضاء مركزيين ليقوموا بتسيير أعمال لمدة عامين قادمين، وتحديدا الأمور الإدارية والمالية. هناك قضايا كثيرة منظورة أمام القضاء ما بين النقابة وما بين الحكومة، لربما التوتر مستمر منذ أكثر من عام بعد أن أعلنت النقابة إضرابا عن العمل واستمر لمدة شهر كامل، وبعدها رضخت الحكومة واستجابت للمطالبات المالية. اليوم هذه المطالبات جمدت، ولربما هذا كان سبب القرارات الأخيرة وإغلاق المكاتب مرة أخرى بعد أن خرج فيديو لنائب نقيب المعلمين قبل 3 أسابيع وأكد أنه لن يقوم المعلمون بالتدريس العام القادم إذا لم تعاد العلاوة مرة أخرى. لكن الحكومة قالت أن العلاوة لم تخصم فقط من المعلمين بل خصمت على جميع موظفي الحكومة، وهذا ما لم يستجب له المعلمون. اليوم هناك تداعيات كثيرة على الموضوع، هناك قرارات قانونية وقضائية وجزائية، البعض يرى أن القرارات محقة فيها الحكومة، البعض يرى أن هناك تغول على بعض النقابات المهنية خاصة نقابة المعلمين التي تعتبر من أكبر النقابات والتي ينضوي تحتها ما يقارب 140 ألف معلم ومعلم. ليث الجبور في عمان، شكرا جزيلا.